نعم، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ أصابع جديدة ما في؟ طب شو بتساوي قاعدين؟ ما معروف شو بتعاون. صدر سعيد سبق، وجرير سبق، منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت، مات سنة 32 و100. أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي مخضرم، مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز وله 100 سنة. عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32. والأشعث ابن قيس ابن معدي كرب الكندي أبو محمد الصحابي نزل الكوفة، مات سنة 40 أو 41، وهو ابن 63 سنة. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد، إسناده كوفيون. اثنين، الإقران في الإسناد، لأنه أكثر من صحابي روى هذا الحديث.